ميكروفون أنوان. مرحبا بكم متتبعي قناة الجزائر أنوان أينما كنتم في هذا العدد الجديد من برنامجكم ميكروفون الأنوان. الموضوع تاعنا لنهار اليوم هو عيد الحب. خرجنا للشارع الباتني باش نشوفوا أسكو الشعب الباتني يحتفل بعيد الحب أم لا. تفاصيل أكثر تابعوا معنا. وش رايك في احتفالات بعيد الحب واللي يحتفل بعيد الحب؟ يعني اولا السلام عليكم. من حيث الاحتفال بعيد الحب كاين بزاف زوايا نقدروا نشوفوا بها، برك من حيث واحد شرعا يقول لك حرام، واحد يقول لك حلال. بصح من حيث الناحيه الاجتماعيه والعاطفيه الانسان دائم يحتاج الى حب. مثلا كي تفكر واحد يتفكر الزوجة تاعو في يوم 14 فبراير يعطي لها هدية أو وردة حمراء، يعني ليس يعني بمثابة جست يعني نيجاتيف ولا يقلل من احترامها، لكونترار يعني بينها ويبرهنها بلي كده يحبها توجور ويرنوف لامو تاع الحب تاعهم، وهي تحس بلي كده الراجل تاعها يهتم بها. يا أخي عيد الحب احنا زمان ما نعرفوش، زمان في الوقت نتاعنا ما كانش عيد الحب، ما كانش عيد الحب وما نسموش بها اصلا. وحنا عندنا الاعياد، عندنا اعياد دينيه، عندنا اعياد وطنيه، هذا اللي رانا نعرفوه. عيد الحب هذا ما اكتيالمون ما نباليش. هل الشعب الباتني يحتفل بعيد الحب ام لا؟ على حسب الشوفه يحتفلوا، يتبعوا بزاف هكا حوايج، هكا حوايج مش تاعنا، ثقافات غربيه حوايج دخلوا هكا ما كانوش بكري، دركا تقريبا كامل يحتفلوا يديروا كلش. وش رايك انت في اللي يحتفل بعيد الحب؟ تبان لي رايي مش غلط، مش طريق ما تحتفل بعيد الحب. احنا عندنا زوج اعياد برك، احنا المسلمين عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك، هذا واش عندنا؟ ما عندناش عيد الحب وعيد الشجره وعيد العمال وعيد ما على باليش الشيوا. كاين بزاف اعياد هكا اللي يتبعوهم دركا، قاعد دخلوا بزاف ثقافات عليها. انا نقول الناس هكا الواعيه اللي تعرف هكا الاخر، عندنا زوج اعياد عيد الاضحى وعيد الفطر، ما تتبع حتى عيد ولا كعاده، كامل حوايج تاع اليهود وما على باليش شكون هكا، ثقافات غربيه هذا ما كان. وكل بدعه في ضلاله وكل ضلاله في النار. حلال او حرام يا اخي؟ ما نفتيلكش في الامر هذا، لا حلال لا حرام، لا نفتيلك في الامر هذا. احنا نفتيل قلت لك الاعياد، عندنا اعياد دينيه، عندنا اعياد وطنيه، هذو اللي نعرفه. عيد الحب وعيد المراه وعيد الشجره وعيد هذو ما جامي سمعت بهم. انا ما سمعش بهم ومانيش مستعرف بهم اصلا الاعياد هذه، الاعياد هذه نتاع هذاك ما نحتفل بهم، ما نسمع بهم، ماني مستعرف بهم. من حيث حب الحب، كاين الحب الزوج للزوجة تاعو، كاين الحب الولد لاتجاه الام تاعو، كاين الحب الاخ لاخته يحبها، يعني دلاله على الحب هي كثيره. ومن حيث هل الشعب الجزائري يحتفل بالحب ام لا؟ من حيث لي جينيراسيون، يعني لونسيان جينيراسيون كاينين عده القلائل اللي يحتفلوا بالعيد الحب. بار كونتر لي جان هادو ولا حنايا لي جان، يعني طبقات من 18 حتى 50 حتى 55، نلقاو يعني كيد بزاف الاشخاص اللي يديروا الاحتفال بعيد الحب. يعني نقدروا نقولوا بلي كيد بلوس دو 60% يعني تاع الاشخاص يحتفلوا بعيد الحب. شباب هو عايش حياته، شباب عايش حياته، راه يعيش حياتنا، احنا ما يعيش حياتنا. الشباب دوك راه يعيش حياته، رانا دخلنا في امور في الرقمنه في الامور هذو، احنا ما كانوش بك زمان، ما كانوش الان، راه عايشين حياتهم، عايشين في الرقمنه هذه، عايشين في ما عنباليش انا في الامور هذو، ما احنا زماننا ما كانش الشيء هذا. خويا عيد الحب بورما ليا انا ما يعنينيش. عيد الاضحى، عيد الفطر، عندي عيدين في حياتي كامل، عندك عيد البقره الشجره هذوك ما يعنيونيش. عيد الام بور موا ثاني ما كل يوم عيدها، كل يوم طلا في منتي. عيد الحب ما يعنيناش، الله يهدي جميع شباب المسلمين اخويا وربي يهدينا كامل ويعفو علينا ان شاء الله، هذا ما نقول. ويتمثل العيد الحب سواء عن طريق إهداء وردة حمراء أو عن طريق عشاء رومانسي أو عن طريق هدية متواضعة أو هدية فخمة، يعني أون جينيرالمون يعني سي تان بون جيست
هذا تخليدا للحب، واحد كيفاش يعبر بالحب تاعه للشخص الاخر. انا عندي عيد الحب هذا خرافات وبدعه، احنا نمنو بجوج اعياد، عيد الاضحى وعيد الفطر، هذا ما كان، لانه هذا عيد هذا تاع الحب ومنه ما كانش منها، انه خرافات ما كانش، مش مذكور في القران، مش مذكور في الدين، ومشكل احنا نمنو بجوج اعياد، هذا ما كان. متى كشاب جزائري ما تحتفلش به؟ ما نحتفلش به وجامي احتفلت به. وش رايك في الاحتفالات بعيد الحب؟ وهل الشعب الباطني يحتفل به؟ لا لا، احنا ما نحتفلوش كشعب باطني، باسكو بدعه، حرام عند الله سبحانه. عيد الحب و بوناني هذه تاع بدايه السنه الجديده، كل شيء بدعه وحرام عند ربي سبحانه. احنا في الاسلام عندنا زوج عياد، عيد الفطر وعيد الاضحى، عيادنا عند ربي سبحانه، فهمتني؟ بصح اعياد هذو لهم يحتفلوا بهم، وحنا كشعب جزائري نورمالمون ما نحتفلوش بالاعياد هذو. تبعوا طريق ربي سبحانه، باسكو ربي سبحانه قال لك يفرح كي يشوف الشباب هذو اللي جايين لدنيتهم يصليوا ويدخلوا للجوامع. هكا راك معايا؟ والاحتفال بعيد الحب هذا بدعه اخي العزيز، هذا ما كان. مايكروفون انوان